Prima. كورونا هو واحد الميكروب نوع فيروس اللي انتشر في العالم. وكهذا الفيروس شنو كيدير؟ كيدير التهاب ديال الرئة، لأنه كيدخل على طريق القصبة الهوائية، اللي كيدخل من النيف ولا من الفم، وكيمشي للقصبة الهوائية الفوقانية يعني الحلق وبالعم، ومن بعد كيهود وكيدير التهاب ديال الرئة، يقدر يدير التهاب ديال الرئة حتى لداخل ديال الرئة. الأعراض ديالو كاين أولا أغلبية الناس كيديروا السخانة وكيبداو كيكحبوا، وفي بعض الحالات كيكون عندهم صعوبة في التنفس. هادو هما الأعراض اللي مهمين بزاف. يقدر يكون عند مع هاد الأعراض كيكونوا أعراض أخرين، بحال الإنسان كيكون بحال لجه الأرواح، يعني كيكونوا فاصلو كيضروه، اللحم ديالو كيضروه وكيعيا. الخطورة ديالو كامنة في أنه هذا الفيروس كينتقل بزاف ما بين الناس، يعني كينتقل ماشي على طريق الهواء، ولكن مثلا واحد الإنسان ديال عطس وإلا تكلم مثلا ولا خرج واحد الإفرازات ديال القصبة الهوائية ديالو ديال الرئة خرجات وقات واحد السوغ واحد الحاجة وقاس واحد الإنسان آخر بيدي وعاود قاس راسو، يقدر يعادي راسو، يعني كيتعادوا الناس ما بعضياتهم. وهاد العدوى كتنتشر بسرعة، داكشي علاش كاين حالات كيبانوا بزاف مثلا في بعض الدول، مثلا شفنا في الصين، مثلا شفنا في إيطاليا، شفنا في فرنسا، في إسبانيا، في إيران، في كثير من الدول. الأطفال كيقدروا يمرضوا، غير هما ما كيديروش الأمراض، يعني في أغلبية الأطفال ما كيبينوش المرض، يعني المرض ما كيديرش لهم السخانة، ما كيديرش لهم الكحبة، يعني وهذا هو المشكل اللي عندنا، لانهم هما عندهم الفيروس ولكن ما عندهمش هذيك الاعراض باش كنعرفوهم مرض اولا. ثانيا الاطفال كلهم اللي تقريبا كيمرضوا كلهم كيبراو بحدهم غير بالمناعه ديالهم، ما كيحتاجوش يعني لا بيدخلوا للمستشفى ولا يداروا في العنايه الصحيه، للمناعه قليله ديالو مثلا، اما عنده مرض مزمن ولا سيما الامراض ديال القلب المزمنه والامراض ديال الرئه المزمنه، او لا عنده السكر، او لا عنده نقص في المناعه. هاد الناس هو للاسف هما اللي كيديروا دوك لي فورم غراف، يعني هذوك الحالات اللي صعيبه وكتستدعي باش يدخلوا الانعاش، يعني كيدخلوا الانعاش وكيدخلوا كيديروا لهم يعني دوك الزاباراي اللي كنديروا بهم التنفس الصناعي. مدة ديال 15 يوم كافية تماما، لأن الفيروس ما كيقدرش من ما كيتعادى الإنسان كدوز واحد المرحلة وعادة باش كيبانوا عليه الأعراض. أغلبية الأوقات هذيك المرحلة هي 5 أيام 6 أيام بعد ما كيتعادى، ولكن كيمشي حتى ل 14 يوم، يعني وما كيقدرش يفوت 15 يوم، يعني لما فات يعني الإنسان كان عنده تلقى مع شي واحد عنده المرض أو لا ما كانش عارف، إلا بقى مثلا معزول في الدار ديالو وفات 15 يوم راه يدير ما غيديرش المرض. إلا كان واحد مريض وعطس مثلا في يديه ومن بعد شد النقود، بيان سور غادي يعادي النقود، والنقود يقدروا يبقى فيهم الفلوس. فداك الشيء اللي كنصحوا الناس ملي غادي يدخلوا مثلا غادي يمشيو يتقداو شي حاجة ولا يمشيو يشريو شي حاجة، من قبل ما يعني يخرجوا من هذيك البلاصة يتقداو يعقموا يديهم بداك المعقم. ومن يدخلوا للدار ديالهم اول حاجه يغسلوا يديهم بالماء والصابون قبل ما يسلموا، قبل ما يشوفوا ولادهم، قبل ماذا. اذا درنا هذه المساله هذه كنظن راه غادي نقصوا بزاف من العدوى، الحوايج ما فيهمش خطوره. الناس اللي كيشوفونا الله يخليكم، الا بغيتوا هذا المرض ما ينتشرش في المغرب جلسوا في ديوركم اولا، ثانيا ما تبقاوش تسلموا بيديكم، ما تبقاش البوسان، ما كاينش البوسان، ما كاينش التعنق، داكشي تحيد. السلام عليكم. وعليكم السلام من اتساع ونبينا عليه السلام. ثالث حاجة، ما تمشيوش عند الناس اللي مرض، ما تمشيوش للمستشفيات، ما تمشيوش للكلينيكات. رابع حاجة، واحد الإنسان اللي كان مثلا في بلد فيه هاد العدوى، جاء من أوروبا ولا جاء من الصين داك الشيء، ظهرت عليه السخانة ولا ظهرت عليه الكحبة، ما يمشيش للمستشفيات، ما يمشيش عند الطبيب، يجلس في الصالة ديال سميتو ويبقى يتسنى.
يضرب النمره 141 وراه غيجيو عنده حتى للدار باش يديه ويديروا ليه التحليله. الا ما كان عنده والو راه غيرجع لدارو، الا كان عنده شي حاجه راه غيديروه في العزل وغادي نداويوه. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمه.